سلام حبيبتي، كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. جبرتوني دابا في الصالون ديالينا، غادي نعمل لك كوب نشارات ديالي، من بعد غادي ندير البابيليس، غادي ندير مينيكور بيديكور بلس اون ايبيلاسيون كومبليت. خليكم معايا. دابا جبرتوني غسلت الشعوار ديالي وما باقيش بزاف باش غادي نقطعو، فخليكم معايا. ان دو تخوا، شعري حيروح مني يا ناس. سوريا لا عرفتي علاش؟ لان هي اصلا عارفه راسها بلي هي كتقول بسم الله الحمد لله توكلت على الله. اي تشوفات اي مهنه جات هي قتله كسم مثل الله كلا. عبقى هذا الجريه. حبيبي هذا دابا ساليت الشعوار ديالي، غادي نمشي ندير ليبيلاسيون، خليكم معايا. ساليت ليبيلاسيون كومبليت، دابا غادي نعمل مينيكور بيديكور، واللي غادي نعملو ليه هي الانسه يسرى تبارك الله عليها. انا غادي نخلي لكم الرقم ديالها في صندوق الوصف. ايوا هادي كيفاش كترعى. تبارك الله على من لا حمام، غادي نخلي لكم الرقم ديالها في صندوق الوصف. ولا البنات يجاو واحد الشي رائع واحد البيت بزاف بزاف بزاف. غير سمحولي دابا ما غادي نبان لكم شي، هاد العمارة شوية مظلمة. وبلالا واخيرا ساليت بالصبر نجبر فين نهبط باش نمشي نفطر في الدار، سينو الا ما جبرتش غادي نفطر هنايا في واحد المقهى مسمية جميل، نفطر وديك الساعه نهبط في حالتي. خليكم معايا اش غادي نقول لكم، جبرت القتيله في موضوع التاكسيات، ما عرفتش شنو غادي نعمل، واش نهبط في حالي اولا نطلع نفطر في ديك القهوه اللي قلت لكم، ما عرفتش حالي بحالكم. واخيرا ركبت يا مرتاي. بعد عناء طويل واخيرا وصلت، وهكذا غادي تكونوا قضيتوا معايا يوم كامل في الصالون. خليت لكم الراحه، تبقاو على الف خير.